الناس اسمعوا يا كل الناس الأسرهم بالأساس الأسرهم بالأساس تحية لأسرانا تحية لأسرانا وانتو رمز الحرية وانتو رمز الحرية انتو شمعة فلسطين انتو شمعة فلسطين انتو عنوان الحرية وهي صرخات الأمهات هي صرخات الأمهات والشهداء بالثلاجات والشهداء بالثلاجات احنا بدنا ولادنا احنا بدنا ولادنا ضحوا في دم بلادنا ضحوا في دم بلادنا ما بدنا كل الشعراء والشهداء في الثلاجات والشهداء في الثلاجات بالوحدة الوطنية بالوحدة الوطنية يا أسرانا الحرية يا جماهير الحرية من جنين للخليل من جنين للخليل معرض الله الغابية من طالب بالجثامين يا أسرانا الحرية لا غير الله ما بنركع والجثمين لازم ترجع وكل عزم وإصرار وكل عزم وإصرار بدنا أسرانا أحرار بدنا أسرانا أحرار يعطيك العافية بلي صيام اليوم صوم مع يلا بلال يلا يا شباب يلا في حدا عنده شباب صفير رمضان ما عليك اصلا الا العيد طولي ها عشان مجدي لا بعد رمضان بعد العيد لأن مليون كان لك شيخ رضا شو اخباره حيوه إذن متابعي شبكة قدس الإخبارية هذا الاعتصام أمام مقر التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والفيرا للمعلمين والطلبة وذوي الطلبة هذه الوقفة التزاما مع عدد من الوقفات في عدد من مدن
الضفة الغربية أسبوعيا تجري أو تقام هذه الفعالية لا هي شيء للمطالبة بحقوق المعلمين. عشان الأسد شوفوا حرفة أنا وجهة نظر سديدة جدا إذن مشاهدينا الكرام، فعاليات المعلمين الفلسطينيين مستمرة لنيل حقوقهم والمستحقات التي يريدونها من الحكومة الفلسطينية. والآن من أمام مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام الله والبيرة عبر وكالة جي ميديا نعطيكم هذه الصورة التي قبل المطالبة بحقوقهم قام المعلمون برفع الصور الأسرى، وفي الصورة يظهر الأسير سلامة القطاوي من بير زيت الذي أضرب عن الطعام رفقة ستة أسرى آخرين ممثلا عن حركة حماس، وانضم إليه أيضا رفقة ممثلين الحركات الوطنية الفلسطينية الأخرى. كانت هتافات المعلمين هنا للشهداء وللأسرى وللجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال. المعلم الفلسطيني اليوم قبل المطالبة بحقوقه هتف للأسير والشهيد وأم الشهيد أيضا. لا تلوح بالأفق أي حلول لقضية وأزمة المعلم الفلسطيني حتى هذه اللحظة، مع تعطل المسيرة التعليمية وإقرار وزارة التربية والتعليم حذف عديد من المواد لطلبة الثانوية العامة بالخصوص، فيما يصعد حراك المعلمين الموحد الخطوات ضد الحكومة الفلسطينية. وهذه تسمعونها الآن هتافات المعلمين، مطالبنا شرعية. أيضا يطالبون بفك النقابة التي تمثل المعلم الفلسطيني حاليا. كما نعلم مشاهدينا الكرام، واجهت الحكومة الفلسطينية إضراب المعلمين الفلسطينيين بالخصومات وأيضا التهديد حتى بقتل الفصل من العمل لعديد من المعلمين، فيما المعلم الفلسطيني لم يستجب لأي محاولات ثنيه عن إضرابه أو المطالبة به ما يريده كمعلم فلسطيني. عديد من رسائل المعلمين الفلسطينيين خرجت، وقال المعلم الفلسطيني هناك سلم هرمي وظيفي في فلسطين، انظر إلى قاع السلم سترى المعلم الفلسطيني. بهذه الكلمات وصفت أحدى المعلمات قبل نحو أسبوعين في الاعتصام الماضي،
حالة المعلم الفلسطيني. معلم آخر يقول أنجبر للعمل لساعات إضافية، وظائف أخرى لا تليق بالمعلم، لكن لقمة العيش صعبة، ولكن حتى الراتب هذا لم يعد يكفي حتى للاستيقاظ من النوم والخروج إلى المدرسة لأداء واجبي. فهذه مطالب المعلم الفلسطيني. سنحاول إجراء لقاء مع أحد المعلمين هنا من أمام المديرية. Yeah.
عمي. شكرا الله. إذن مشاهدينا الكرام، من أمام مديرية التربية والتعليم يستمر اعتصام المعلم الفلسطيني حتى هذه اللحظة للمطالبة بحقوقهم. الهتافات لوزير التربية والتعليم بالنزول للمعلم الفلسطيني والاستجابة لمطالبهم. سنحاول الحديث مع أحد المعلمين هنا. إذن مع أحد المعلمين الذين يتواجدون في الاعتصام هنا أمام مديرية التربية والتعليم للحديث عن آخر التطورات في إضراب المعلم الفلسطيني. يعطيكم المعلم الفلسطيني اليوم شو بصير معه بالضبط؟ للأسف الشديد من حوالي 45 يوم تعطلت العملية التعليمية في مدن فلسطين وقراها. للأسف الشديد لحد اليوم يعني ما حركت الحكومة ولا سكن من أجل أنه عودة طلابنا لمدارسهم. إحنا كمعلمين بنناشد رئيس الحكومة اللي هو أعلى هرم في السلطة لأدنى مسؤول فيها أنه بالتحرك الفوري والعاجل إحنا كمان نرجع لمدارسنا. طلابنا من حقهم أنهم يتعلموا. إحنا مش مع الإضراب، بس الإضراب كان آخر يعني محاولة لنا مشان تحسين أوضاعنا المعيشية. إحنا لنا 6 أسابيع مضربين عن دوامنا، نسبة الإضرابنا 95%. الاتحاد طبعا احنا من البداية بنكون ان الاتحاد ما بيمثلنا. احنا أسوة بكل زملائنا المهندسين والممرضين وأبناء المدارس. بدنا نقابة مهنية تكون تتولى أمور وإدارة سير المعلمين الفلسطينيين. للأسف الشديد بنعتصم أمام مديرية التربية والتعليم. لا مدير تربية وتعليم ولا اي مشرف تربوي من مشرفينا اللي هم زملائنا في العمل ما بينزلوا معنا وما بيتواجدوا، مع انه هذا حق لنا انه مدير تربيتنا وتعليمنا ينزل مش يتعاطف معنا. احنا ما بنطلب العطف معنا، احنا طلاب حقوق، ينزل يعني يهمل همومنا شويه ويرفعها بما انه هو مدير التربيه والتعليم للمسؤولين في حكومتنا. للاسف الشديد 45 يوم ضياع على طلابنا عمليه تربويه، انت بتحكي عن فتره دراسيه ثالثه، لحد اليوم ما في عندنا حلول على ارض الواقع، كلها وعود. والمعلم الفلسطيني مل من الوعود، يعني زي ذر الرماد في العيون فقط، انه ارجعوا ما بنرجع. احنا من خلال خبرات سابقه، من خلال 30 سنه دراسيه معلمه، اللي 30 سنه دراسيه، احنا ما بنسمع غير وعود، احنا ما في عندنا شيء يطبق على ارض الواقع. من ناحيه راتب، باقي النقابات تطالب بنسب تصل الى 120% من الزياده على الراتب، المعلم الفلسطيني طلب 15-30%. لماذا المعلم الفلسطيني حتى في مطالبه نرى التواضع؟ وهل المعلم الفلسطيني وصل لمرحلة الاقتناع بأنه يجب أن يعيش بأقل القليل؟
لا النقابات الثانية بتملك نقابات مهنية أو المهندسين عندهم نقابات مهندسين، النقابات إلها باع ودراع في الحكومة. إحنا للأسف الشديد اتحادنا معين من قبل حكومتنا الفلسطينية ومسير كحجارة الشطرنج فقط لا أكثر ولا أقل. إحنا 15% ما بتكسر ميزانية الدولة مقارنة مع رواتبنا، خصم ال 20% كمان اللي بيعطونا إياه بيخصموه علينا، هذا حق إلنا ولأولادتنا. إحنا عندنا التزامات معيشية، عندنا طلابنا في الجامعات، عندنا أطفال ذوي احتياجات خاصة، رواتبنا من حقنا مش مني، لا من وزير التربيه والتعليم ولا من رئيس الحكومه نفسها او من سياده الرئيس نفسه، هاي حقوقنا. بعض ما 120 يا عم المهندس مين اللي علمه؟ تعلموا على ايدينا المهندسين والاطباء ما صاروا الا على كتافنا، معلمين ان 30 و35 سنه في الخدمه، يجب انه لما بنتضامن معهم يطلعوا يتضمنوا معنا. وهذا يعني نداء لكل النقابات اللي لها باع ودراع في فلسطين عندنا، انه يا عمي المعلم ما تترك المعلم وحيد، 15% نسبه ضئيله جدا لا تفي حجم احتياجاتنا او حجم غلاء المعيشه اللي احنا بنعيشه، هم بيحصلوا واحنا بنهايه النهايات بكل حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، في اكبر هرم لاخر هرم. في الختام رساله للطلبه وذويهم. بنهايه النهايات الطلبه اولادتنا، ما اظني ولا مسؤول حاطط ابنه في مدرسه حكوميه عندنا. بتطلع على سجلاتهم كل أبنائهم في مدارس خاصة والعملية التربوية عندهم ماشي 100% وحياتهم سلسة وسهلة، عندهم سياراتهم عندهم دورهم عندهم، والله لا يحسدهم مش حاسدينهم. الطلاب وولادتنا إحنا بالأصل، الأم بتتعب ساعة على ابنها، أنا بتعب 6 حصص دراسية أو 7 حصص دراسية يوميا في 30 سنة خدمة، بيطلع كم الهائل من التعب اللي احنا بنتعبه على اولادتنا. طلابنا امانه في اعناقنا، وسير العمليه التربويه احنا قدها، بس احنا بنقول برساله على كل طالب انه ما بدنا معلم مهزوم نرجع بهزيمه، وما بدنا معلم جبان. طلابنا ما بدهم معلم مهزوم يرجع يعلمهم، واذا بدنا نرجع مهزومين هزيمه المعلم اكبر خساره لدولتنا الفلسطينيه القادمه، لانه احنا لما بنعلم في التربيه الوطنيه حقق في التعبير انا كمعلمه مهضوم حقي، حقق في يعني المشي انا كمان سلطتنا ما بتمنعني اني امشي، حقق في التعبير عن حقك احنا ما في لنا حقوق، فاذا بدهم معلم مهزوم معلم جبان مش راح يلاقوا عندنا، احنا معلمين ومعلمات صامدين ومستمرين في اضرابنا وحتى تحقيق مطالبنا. وانا بقول توجيهي ما تخافوا، ضياع فترة زمنية جامعة بير زيت بتعلن إضرابات وبتاخذ أقساط بعدد شعر راسي، ليش ما الكل محتاج على إضرابات جامعة بير زيت أو الجامعة الثانية؟ إحنا بنقول إنه إحنا أعطونا حقوقنا وبنرجع على دوامنا مرفوعين الرؤوس إن شاء الله، ومش راح ننخذل ولا للتوجيهي، ومش راح نخذل طلابنا ولا أولياء الأمور، أولادتهم أمانة عنا وإحنا على قد المسؤولية، وراح نعوضهم بدل الحصة 10 بس لما برجع معلمة قوية رافعة راسي قدام زملائي وزميلاتي إنه أنا أخذت حقي، وهذا كل رسالة لهم. شكرا لك أستاذة. كانت هذه كلمات إحدى المعلمات الفلسطينيات. إذا المشاهدين الكرام، من اعتصامهن أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة رام الله تكلمت بهذه الكلمة.